أخبار الحادية عشر مشاهدينا، مرحبا بكم أينما كنتم. بداية وبدعوة من وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم، يقوم وزير أوروبا وشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية جونيف لودريان ابتداء من اليوم بزيارة عمل إلى الجزائر. بهذه المناسبة وبالإضافة إلى المحادثات التي سيجريها مع نظيره الجزائري، سيحظى رئيس الدبلوماسية الفرنسية باستقبال من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وكذا الوزير الأول عبد العزيز جراد. وتندرج هذه الزيارة التي تدوم يومين في إطار المشاورات الدورية المدرجة في الأجندة السياسية والاقتصادية المتفق عليها بين الجزائر وفرنسا لعام 2020، وستمكن الطرفين من تقييم التقدم الحاصل في التعاون الثنائي الذي تميز في الأشهر الأخيرة بتجسيد استحقاقات مهمة على غرار انعقاد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية المشتركة بالجزائر في 12 مارس الفارط. كما ستسمح هذه الزيارة بتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في الصحراء الغربية وملف مالي والوضع في منطقة الساحل، وكذا الأزمة في ليبيا التي ستكون تسويتها في صلب المحادثات بين الطرفين. بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، انطلقت منذ قليل الندوة الوطنية حول المرأة الريفية في عالم المقاولاتية تحت شعار إبداع المرأة الريفية بمعايير دولية من تنظيم وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمشاركة زهاء 240 مشاركا يمثلون عدة قطاعات وهيئات وطنية. وللتفاصيل أكثر حول الندوة تنضم إلينا على المباشر الزميلة سهيلة دغموم المتواجدة بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال. سهيلة صباح الخير، هل لك أن تضعين في صورة حول مجريات الندوة الوطنية حول المرأة الريفية وعالم المقاولاتية؟ تفضلي. إذن انطلقت منذ قليل فعاليات الندوة الدولية حول المرأة الريفية في عالم المقاولاتية، الندوة من تنظيم وزارة التضامن بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إذن امرأة ريفية بمعايير دولية، الدولة تولي اهتمام كبير للمرأة الريفية حيث ترافقها بالتكوين والتمويل إلى غير ذلك. وللحديث أكثر عن تفاصيل هذه الندوة يحضر معنا وزير الفلاحة والتنمية الريفية للحديث والتفصيل عن الأهمية التي توليها الحكومة للمرأة الريفية. سيد الوزير، ماذا عن هذه الندوة وعن برنامج الحكومة لتنمية المرأة الريفية؟ قبل كل شيء اسمحي لي باللي بمشاركتي بكل افتخار وعرفان لكل ما توليه المرأة الريفية اليوم، سواء كانت في الريف، في الجبال، في السهوب، في كل المناطق النائية. هناك برامج كبيرة وكثيرة لمرافقة المرأة، تحدثنا على هذه البرامج. كل البرامج اللي سطرها سطرت في وزارة الفلاحة عن طريق وتتشيدا لبرنامج سيد رئيس الجمهورية، والبرنامج اللي هو محتوى فيه ورقة طريق وزارة الفلاحة في برامج مختصة للمناطق الجبلية والمناطق الريفية والمناطق السهوب، تخص خاصة على سبيل المثال كل ما يخص تربية في ميدان التربية، في ميدان الإنتاج، في ميدان الإبداع، في ميدان يعني كل فما يخص المرأة الريفية والإبداع نتاعها والمنتوجات نتاعها، خاصة عندما يعتني الأمر بالمحاور التقليدية. إن المرأة الريفية هي اليوم بالإبداع نتاعها، بالمشاركة نتاعها في تنمية الاقتصاد، سواء كان اقتصاد محلي أو اقتصاد محلي، هي بالمساهمة نتاعها اللي هي راهي تحمي في وراثنا الثقافي ووراثنا الريفي ووراثنا التقليدي ووراثنا التقني.
شكرا جزيلا سيد الوزير. وبهذه مختلف هذه البرامج بمختلف هذه البرامج ستساهم المرأة الريفية في تحقيق استقلالية مالية واقتصادية. على كل حال منذ قليل فقط اشرفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة على افتتاح هذه الندوة الدولية، تلها مباشرة تدخل وزير الخارجية صبري بوقادوم، أما المداخلات فتتم في هذه الأثناء. تفاصيل أخرى حول الموضوع سنوافيكم بها في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. وهو كذلك زميلة سهيلة ضموم، كنت معنا مباشرة من المركز الدولي للمؤتمرات. إذن الإرادة القوية مكنت المرأة الريفية من تحقيق حلمها وولوجها عالم الشغل، وتشير الإحصائيات أن أكثر من 500 ألف امرأة استفادت من مشاريع متعددة في مختلف المجالات ببلادنا، تقول حفصة جاني في هذا التقرير. طريقهن نحو تجسيد مشاريعهن على أرض الواقع لم يكن سهلا، إلا أن العزيمة والإرادة القوية مكنت المرأة الريفية من تحقيق حلمها والولوج إلى عالم الشغل. تشير الإحصائيات الرسمية أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لوحدها مولت ودعمت ورافقت منذ استحداثها إلى غاية شهر أوت الماضي أزيد من 500 ألف امرأة من إجمالي قرابة المليون مشروع في مجالات متعددة، منها الزراعة والبناء والصناعات التقليدية والخدمات. واستفادت المرأة الريفية بنسبة 32% من مجمل المشاريع التي استفاد منها العنصر النسوي، أي ما يعادل أزيد من 187 ألف امرأة ريفية استفادت من برنامج الدعم. وفي سياق اهتمام الدولة بفئات النساء لا سيما الريفيات، قام الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة كناك بتمويل أزيد من 15 ألف مشروع لفائدة المرأة، وهذا في إطار الإجراءات الميدانية التي وضعتها الدولة لدعم الأسرة المنتجة وترقية مجال المرأة الريفية المقاولاتية. برنامج يهدف إلى استحداث مواطن الشغل والنهوض بالمرأة الريفية وتمكينها من استرداد مكانتها الحقيقية من خلال تدعيمها ماديا وتكوينها ومرافقتها ميدانيا، بدءا بتسهيل القروض المصرفية لفئة النساء لا سيما النساء الريفيات من خلال تمويل تلك المشاريع، على أمل توسيع دعم نشاطات المرأة في شعب أخرى تتعلق بمجالات الطاقة الشمسية والزراعة الغذائية وتسيير الموارد المائية، وكذا المشاريع التي لها علاقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. أشاد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية نزيه بن رمضان من ولاية تيارت بالدور الذي تلعبه الحركة الجمعوية والمجتمع المدني في النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث أكد نزيه بن رمضان أن المجتمع المدني هو الحليف الأول لاستقامة الدولة، تقول نسيمة يعقوبي. كل الدعم والتسهيلات ستقدم للفاعلين في المجتمع المدني، لأن التركيز منصب اليوم حول إقامة تشاركية حقيقية مع المجتمع المدني تنقله من أدواره الكلاسيكية إلى العمل المؤسساتي المحترف، وهو ما أكده نزيه بن رمضان مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية من ولاية تيارت. في مسودة الدستور الحالي، في ديباجة الدستور وبشكل واضح وببنط عريض، مشاركة المجتمع المدني بما فيه الجالية الوطنية في الخارج في تسيير الشؤون العمومية. أقول الديباجة نظرا للأهمية الكبيرة لديباجة الدستور، ثم ست مواد كاملة انطلاقا من مادة 10 وصولا إلى المادة 213، ست مواد كاملة تدستر دور المجتمع المدني وتتحدث بشكل واضح عن التشاركية وعن المشاركة في اتخاذ القرار وفي تسيير الشأن العام وفي تسيير الشأن المحلي، وعن المشاركة أيضا في مكافحة الفساد وفي الوقاية خاصة من الفساد من خلال المادة 205 اللي رقت دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من دور استشاري إلى دور رقابي، وحثت في الفقرة الأخيرة هذه الهيئة التي ستصبح إذا الشعب الجزائري أراد يوم أول نوفمبر ستصبح السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. لقاء رفعت فيه الاقتراحات والانشغالات. لازم ترقية، لازم تكوين، لازم ثقافة،
لازم إعلام ولازم تحسيس هذه الجمعيات بأنهم راه عندهم مهمة ينطاش خينوبل. نجي كجمعية ولائية جمعية تائكة نموذج. جمعية ولائية يعطيك اعتماد، يعطيك رقم الاعتماد، تفتح الجمعية تاعك ومن بعد كي تجي دوموندي إلى مكتب يقول لك ما كانش. نقول لسيد رئيس الجمهورية شكرا جزيلا على الثقة الكبيرة دسترت المجتمع المدني، هو قوة لنا. كل المشاكل اللي ذكروها الجمعيات من عدم الاستقبال وعدم، غدا عندما تصبح الجمعية مدسترة لن ولم يقف أمامي أحد. نزيه بن رمضان عبر عن الإرادة السياسية لاسترجاع الثقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، قائلا أن التكوين مسألة مهمة في العمل الجمعوي لتفعيل دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتحت شعار نوفمبر 54 تحرير، نوفمبر 2020 التغيير، تتواصل لليوم التاسع على التوالي الحملة الاستفتائية لموعد الفتح من نوفمبر حول مشروع تعديل الدستور، والتي ينشطها أعضاء من الطاقم الحكومي وجمعيات وطنية وأحزاب وشخصية سياسية، وذلك لشرح وتبسيط مضامين التعديل الدستوري ودعوة المواطنين إلى المشاركة القوية في استفتاء الفتح نوفمبر القادم. بولاية تبسة احتضن قصر الثقافة ندوة وطنية حول شرح أحكام الدستور المعروض للاستفتاء. التفاصيل مع هشام بوميدة. شرح أحكام الدستور المعروض للاستفتاء يوم الفتح من نوفمبر هو موضوع ندوة وطنية احتضنها قصر الثقافة محمد الشبوكي بتبسة بمبادرة للمكتب الولائي للنقابة الوطنية لعمال التربية. تعديل جديد منوط بجمعية أو بجمعية خبراء أو أساتذة من القانون، وهذه عادة السلطة التأسيسية والمجالس التأسيسية هي توضع من أجل بناء دستور جديد، فأنا يمكن أن لا أعتبره تعديلا بل أعتبره دستورا جديدا. عندما ننظر كلاسيكيا إلى المواضيع الدستورية هي كانت متعلقة فقط بشكل الدولة وشكل نظام الحكم و تنظيم السلطات والعلاقة بين هذه السلطات، هذا كلاسيكيين. أما مسألة الحقوق والحريات الأساسية فهي دخلت كموضوع دستوري جديد في التعديل 2020، ذكر مسألة المساواة بين مسألة المساواة في الحقوق والواجبات، أن جميع المواطنين متساوون في مسألة الحقوق والواجبات، وبعد ذلك جاء مبدأ المساواة أمام القانون. الندوة شارك فيها مجموعة من أساتذة جامعة تبسة مختصين في القانون، شرحوا أهم المواد التي تتضمنها الوثيقة الدستورية الموضوعة للاستفتاء الشعبي. والتعمق في مفاهيم وثيقة تعديل الدستور هو الشغل الكبير للكثير من الشباب الذين يعكفون على متابعة مجريات الحملة الاستفتائية وكذا مختلف البرامج التي تعنى بشرح وتبسيط أحكام الدستور. مختار مذكور. باهتمام شديد يتابع الشاب عيسى الحائز على شهادة الدكتوراه مؤخرا ورفيقه مدخلات ومخرجات التعديل الدستوري. بالنسبة لعيسى فإن الحلم الأكبر هو تمكين الشباب من تبوئ المسؤولية وفي مختلف مستوياتها خدمة للوطن. المجلس الأعلى للشباب، اللي أعضاء هذه اللجنة هل هم شباب؟ لا أعلم. تطبيقها على أرض الواقع، هل عندها 48 فرع في 48 ولاية؟ هادو 48 فرع إلا كان كاين، هل هم في أرض الواقع؟ احنا قلت لك أنا كقانوني ببساطة عندي 9 سنوات في القانون، ليسونس ماستر دكتوراه، أهم ما يؤرقني في القانون هو تطبيق القانون مش وجود قاعدة القانون. فاطمة، زكريا وإسلام اختاروا جميعهم استكمال تحصيلهم الأكاديمي لأنه السبيل الوحيد لتمكينهم من قول كلمتهم في تسيير شأن العام. نقطتين مهمتين لفتت انتباهي، الأولى هي إمكانية الوصول الشباب إلى مناصب عليا في البلاد وهذا شيء مهم. النقطة الثانية هي استحداث مجلس أعلى للشباب لتكون له كلمة في المستقبل. الدستور الجزائري هذا جاب عدة بنود التي هي في مصالح الشباب، وهذه كنا نتمنوها من زمان، والآن هي الحمد لله تواجدت في الدستور الجديد. أول مرة نستفيد من مرصد وطني للمجتمع المدني، وهذا شيء إيجابي جدا،
وكذلك من هذا المنبر ندعو شباب الجزائري للاقتراب من صناديق الاقتراع يوم 1 نوفمبر. دستور الفاتح نوفمبر يفتح الباب على مصراعيه للشباب والتعويل على الفئة للإدلاء بالرأي، لأن صوت الشباب سيحدث الفارق. بالمكتبة الوطنية بالحمة تسلم اليوم جائزة المجلس الأعلى للغة العربية لسنة 2020 للمشاركين الفائزين، وهي المسابقة التي تهدف إلى تشجيع الباحثين من داخل الوطن وتثمين منجزاتهم العلمية والمعرفية والإبداعية الهادفة إلى إثراء اللغة العربية والإسهام في نشرها ترقيتها، سواء أكانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة العربية أم مترجمة إليها. وطبعا للمزيد من التفاصيل حول هذا الحدث تلتحق بنا على المباشر الزميلة بريزة جلمدة. بريزة، حدثينا عن مجريات تسليم هذه الجائزة. طبعا نحضر الآن اليوم حفل توزيع الجوائز الاستحقاقية والجوائز التشجيعية اليوم في دورتها 9، والتي هذه المسابقة التي نظمها المجلس الأعلى للغة العربية، والتي ضمت أيضا تم التركيز خاصة عليها في هذه المرحلة على جوائز الإعلام الآلي خاصة وإدراج اللغة العربية في الإعلام الآلي، كذلك علوم الاتصال والترجمة. هذه الجوائز التي سيتم اليوم توزيعها على مستحقيها وعلى الفائزين منها، وأيضا هناك عدد كبير من طبعا المشاركين الذين حضروا هذه المسابقة. وفي هذا اللقاء خاصة يحضر معي الأستاذ بوراس ياسين، وهو أستاذ بجامعة المسيلة للعلوم واللغة، سيحدثنا، وهو أحد أيضا عضو لجنة التحكيم في هذه المسابقة، سيعطينا أكثر التفاصيل حول هذه المسابقة. تفضل معنا أستاذ. طيب بالنسبة لك أستاذ، اليوم تم يعني نتحدث خاصة على تم إدراج اللغة العربية في هذه المسابقة، عفوا تم إدراج الإعلام الآلي في هذه المسابقة، ممكن تحدثنا على هذا؟ أولا نهنئ الفائزين بجائزة المجلس الأعلى للغة العربية في دورتها 9 لسنة 2018-2020. المجالات التي استهدفتها بالدرجة الأولى جائزة المجلس خلال هذه الدورة هي المجالات الأكثر فاعلية في تطوير اللغة، على رأسها علوم اللسان باعتبارها علما يعالج المشكلات اللغوية النظرية والتطبيقية. حينما نتحدث عن المشكلات اللغوية النظرية والتطبيقية نستحضر الحوسبة وتعليمية اللغات، ثم مجال الإعلام والاتصال إلى جانب المعلوماتية وما يسمى بالترجمة. هذه المجالات بدورها كل منها يسهم حسب تخصصه في تطوير اللغة، سواء على مستوى التنظير أو التطبيق. والمعلوماتية لا شك أنها أحد وسائل الاتصال أو أحد الوسائل التكنولوجية التي تضمن للإنسان التواصل وفقا لمقتضيات العصر، خاصة وأن المجتمعات تتجه نحو ما يسمى بالتواصل الرقمي. وعلى هذا الأساس لابد للعربية أن تلج هذا المجال من بابه الواسع، باعتبار أن الذي يعمل على تطوير اللغة هو التواصل أو الاستعمال بالدرجة الأولى. طيب أستاذ، تم تخصيص الترجمة، الترجمة فيما تهدف هذه الترجمة؟ إلى أي مدى يتم يعني أو تصبو هذه الترجمة يعني؟ فيما يتعلق بالترجمة، لا شك أن الترجمة هي حاضرة في مختلف الحضارات الإنسانية باعتبارها عاملا أساسا في تطوير اللغة، ولا شك أن الحضارة القديمة بدءا بالعصر اليوناني إلى غاية العصر الحديث مع الحضارة أو ما يسمى بالدول العظمى، فلا شك أن الأساس في نهضتها كله أسسه الترجمة بالدرجة الأولى. لهذا المجلس على اللغة العربية يركز على هذا المجال تحديدا باعتباره أحد وسائل تطوير اللغة. نعم. طيب الالتجاء يعني مستقبلا إلى تخصيص جائزة للطلبة، يعني الطلبة الجامعيين، فيما يهدف هذه الجائزة التي ستخصص مستقبلا للطلبة الجامعيين؟ حينما نتحدث عن المسابقات الدولية أو الوطنية التي من شأنها ربما دعم البحث العلمي، فلا شك أن جائزة المجلس الأعلى للغة العربية هي عبارة عن دعم مادي أو معنوي للباحثين أو المختصين في مجال تطوير اللغة بالدرجة الأولى. نعم. بالنسبة لولوج العالم الافتراضي، يعني خاصة نشهد حاليا استعمال مصطلحات أو لغة يعني أو أخرى مغيرة، أو كما يسمى حاليا عند رواد التواصل الاجتماعي اللغة البديلة، أو مصطلحات بديلة أو أرقام، استعمال حتى أرقام، يعني هل هذا سيؤثر على اللغة العربية كلسان يعني نصب إلى تطويره مستقبلا واستعماله خاصة في الإدارة وفي مختلف المجالات؟ فيما يتعلق بالتواصل الرقمي، التواصل الرقمي يأخذ اتجاهين، اتجاه أول يكون في صالح اللغة، وهو الذي يعمل على المحافظة على قواعدها الكتابية أو الشفاهية. أما المجال الثاني
أو التوجه الثاني هو الذي يعمل على خرق قواعد اللغة، ولا شك أن هذا سيؤثر باعتبار أن الاستعمال بالدرجة الأولى منه من يعمل على تطوير أو ترقية اللغة، ومنه من يعمل على الحط من شأنها، خاصة منها الاستعمالات التي تخل بقواعدها على مستوى المشافة أو الكتابة. نعم، نشكر لك إذا هذا شكرا لك الزميلة باريزة جلامدة على هذه الأسئلة. وفيتي شكرا. إذا نواصل أخبارنا وإلى تطورات الوضعية الوبائية في البلاد، حيث سجلت أمس 185 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 53,584 حالة مؤكدة، في حين تمثل الاشفاء 37,603 من بينهم 111 حالة تمثلت أمس للشفاء، فيما سجلت أمس 9 وفيات ليصل العدد الإجمالي إلى 1827 وفاة رحمهم الله. أما في تطور فيروس كورونا عبر العالم وبالضبط بإسبانيا، قررت جهة كاتالونيا شمال شرق البلاد تشديد القيود المفروضة لمحاصرة الوباء من خلال إغلاق جميع المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه لمدة 15 يوما، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء 1620 حالة إصابة و23 حالة وفاة في ظرف 24 ساعة. في جديد النزاع في إقليم ناغورني كاراباخ، أعلنت أذربيجان أنها استهدفت في الساعات الأخيرة قاعدة عسكرية أرمينية لإطلاق الصواريخ. ولليوم الخامس على التوالي تتواصل المعارك بين طرفي الصراع، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاشر من الشهر الجاري بموسكو والقاضي بوقف إطلاق النار، وكذا النداءات الدولية المتكررة لضرورة وقف الحرب. نعود إلى أخبار الوطن وإبداعات المرأة والوجهة. ولاية تيزي وزو، طاوس امرأة ريفية كرست حياتها للعمل في ورشة لصناعة الزربية بقرية إذ هيشم، قناعة منها للحفاظ على حرفة تقليدية يهددها الزوال بسبب عزوف الشباب عنها في السنوات الأخيرة. الزميل بدر الدين عباسي زار هذه السيدة بقرية هيشم، أي هيشم بولاية تيزي وزو، وعاد بالروبورتاج التالي. هنا بجبال جرجرة حيث يركن الهدوء وتتبسط الحياة، صوت هذه الآلة التقليدية أزطة لم يعد دخيلا على أصوات الطبيعة بالمكان، فهو طيع بين يدي هذه السيدة مستجيبا لحركاتها بين خيوط هذا النسيج. أنا الفكرة جتني في لان نتاع البويكوت 14، فتحت لاتيلي هذه، قلت نسية إذا كاين اللي يتخدم ولا كاين لي زابرونتي نخلي. داخل ورشة صغيرة بقرية أيث هيشم بأعالي تيزي وزو، لم تفرط الطاوس يوما في حرصها على التمسك بتراث الأجداد، رغم المصاعب متسلحة بروح لا يفارقها الإتقان بقدر ما يلازمها الإخلاص وحب المهنة. الزربية تعيا فيزيك مو بصح المورال، يجيك تريح فيه كي تدير الزربية نتاعك، دير لي شونسون، تغني وراك في دارك، تدير شغل نتاع دارك وتدير ميم طون الزربية هذه. إلى جانب هؤلاء النسوة، تشرف طاوس منذ أكثر من ثلاث عقود على صناعة أبهى زرابي آيث هيشم ذات الشهرة الكبيرة، بل وتعمل شخصيا على تسويقها الى مختلف عواصم العالم. انا اتلي نتاعي تليفري يعني وحدي، نجيب لي كليون، نجيب نمشي، درت لي زيكسبوزيسيون فرنسا، درت في ستراسبور، رحت لمارساي، ابري وليت انا عندي لي كليون تاعي نخدم معاه. السيدة طاوس إذن نموذج المرأة الريفية الذي تتعدد صوره داخل بلد قارة اسمه الجزائر، صاحبات السواعد الناعمة فيه، ورغم ما حققنه من نجاحات لازلنا بحاجة لسواعد داعمة تصل بإبداعاتهن من حدود الريف إلى نقاط الضوء. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.